قول شباب ركزوا معنا. كنت اقول هذا واحد من الشباب يقول عشت في بيئه صالحه من والدين واخوان وصحبه وعشت حلقات تحفيظ واموري ما شاء الله تبارك الله في النور، وكانوا ربعي يأملون علي يقول ما شاء الله ذا فلان الله يوفقه بيصير له شان كبير ان شاء الله. يقول الى مرحله ما بعد الثانوي، تخرجت من الثانوي رحت الجامعه، يقول يوم رحت الجامعة يقول بدأت الدراسة تعرفت لي على شخص، يقول هذا الشخص كان مع الأسف إنه سيء لكني أنا غلطتي إني أنا حبيت هالشخص، حبيت هالشخص وسلمت له يعني جميع أموري، إلى أن سبحان الله من الإنسان التقي القريب من الله إلى الإنسان الضعيف صاحب الذنوب، وكان حاله يعني يرثاله. يقول طبعا يقول عشت هالمرحلة من بعد ما تخرجت إلى بعد ما تخرجت من الثانوي، عشتها مرحلة الجامعة كاملة. يقول تخيل أنا كنت طول عمري كنت مطوع باختصار يعني عشان خلقكم صالحين، كنت مطوع فجأة على ما قال أي صرت منتكس على قولته إن صحت العبارة. فيقول وقعت في الذنوب، يقول طحت في أشياء ما كنت أتوقع في يوم من الأيام إني أنا أطيح فيها، يقول عرفت امور خويت لي ربع، يقول وصلت لامور قويه يعني مروض على شخصيتي اني انا ما اصلها، تغير طريقه. يقول خمس سنوات على هالحال ضايع، البوصله ضايع، يقول ابي احاول اتوب او ارجع يعني ابي اروح مرحله اخرى ما اقدر ما استطيع. الشاهد من الامر يقول الى ان يوم يعني بعد خمس سنوات يقول جاء ذاك اليوم، كنت نايم الليل وقايم قايم قبل الفجر، باليوم قمت بدأ الفجر قلت بروح أصلي الفجر، سمعت الأذان قلت بروح. يقول توضيت، يقول طلعت مع الإقامة، قلت خلني بروح رجلية مسجد البيت يعني. يقول يوم رحت للمسجد عفوا يقول إلا أسمع الإمام يقرأ هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله أكبر لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. فيقول سبحان الله هذه كأنها جت رسالة من الله، يقول إلا يا أخي جت كذا كأنها ضربة كذا في الرأس صدق. يقول سبحان الله رحت صليت، يقول والله إنها ألذ صلاة صليتها من خمس سنوات، يقول حسيت بلذة الإيمان، يقول شيئا فشيئا إلا أموري تتحسن، شيئا فشيئا تعدلت أموري إلى أن ما شاء الله مسك الجادة على قولته. فجاء على طاري هالموضوع، جيد أن الواحد يعني يرجع إلى الله، كل ما أخطأ كل ما أذنب لا يرجع إلى الله ويعود إلى الله. أنا مجهز نشيد، ما أدري إذا الشاب جاهز عندهم أو يلا يروحوا للشباب. ياسمين بس عطى إشارة أبو ياسمين شوي خلاص روح للشباب.